ومستمرين معاكم في شرح كيفيه استخدام موقع من جورني وشات جي بي تي لانشاء تصميمات احترافيه بالذكاء الاصطناعي. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نعمل برومبت احترافي للوجو باستخدام شات جي بي تي. يلا بينا. دلوقتي احنا على موقع شات جي بي تي الشات المجاني. بكل بساطه هنا هنروح على مربع الحوار وهنكتب له generate 3 prompts for logo for closest shop. يعني عايزين 3 برومبتس للوجو لمحل ملابس. وكل بساطة هندوس انتر. هيطلع لنا هنا 3 تصميمات برومبتس بالشكل ده. هنيجي هنا نكتب ترجمة عشان نفهم اكتر الكلام المكتوب. هنعمل ترجمة الى العربية. بعد كده هنروح هنا ناخد اول برومبت معانا. وكل بساطة هناخده كوبي ونروح على ميد جورني. نخش على مربع التصميم نختار imagine ونحط الكلام بتاعنا هنا paste. وبعد كده بندوس انتر. طيب اول تصميم معناه هو معناه هنا بيقول لك قم بتصميم شعار لمتجر ملابس عصري يحمل اسم هافانا ستايل والذي يستهدف الافراد الذين يبحثون عن قطع فريده وانيقه. يجب ان يعكس الشعار شعورا بالاناقه والحداثه والرقي. ده ترجمه البرومبت الاولاني. تعال نشوف هيطلع معانا ازاي. ودي كانت اول نتيجه معانا. هنا عملنا 4 تصميمات. هو تصميم طبعا حلو وانيق بس طبعا هو بيعكس ان ده محل ملابس حريمي. فاحنا بكل بساطه نقدر ان احنا نعدل ونخصص ان هو يكون مثلا محل ملابس او حريمي او يكون محل متنوع. طبعا لو عجبك التصميم تقدر ان انت تعمل له اب سكيل بكل بساطه وتحمله عندك. وتقدر تشيل الكلام المكتوب دوت وتحط الكلام الخاص بيه. نرجع بقى تاني هنا نختار تصميم تاني بالشكل ده. هناخده كده كوبي وندوس. التصميم ده معناه ايه؟ بيقول لك صمم شعارا لعلامه تجاريه الملابس القابله للتجديد تسمى ايكوسر يدز. تركز العلامه التجاريه على استخدام مواد صديقه للبيئه وتعزيز الممارسات الاخلاقيه في عالم الموضه. يجب ان يدمج الشعار عناصر ترمز للاستدامه مثل الاوراق ورموز اعاده التدوير او تصاميم طبيعيه. اظن واضح جدا تصميم مطلوب مننا ايه عشان يطلع معانا في النهايه بالشكل ده. دي كانت النتيجه النهائيه للتصميم ده. تحس انها مقاربه جدا من البرومبت اللي احنا شرحناه دلوقتي. تقدر انت بكل بساطه تعمل اب سكيل اي تصميم هيعجبك وبعد كده تستخدمه كشعار لمحل ملابس. نيجي بعد كده اخر تصميم معانا النهارده. هنيجي هنا بكل بساطه ناخد هنا كوبي وبرضه هنرجع نفسنا نعمل نفس الحركه سلاش imagine بيست ويندوز انتر. في التصميم ده بيقول لك قم بتطوير شعار لمتجر ملابس رياضيه يحمل اسم اكتيف اتر. يوفر المتجر مجموعه واسعه من الملابس الرياضيه والاكسسوارات لمختلف الرياضيات والانشطه. يجب ان ينقل الشعار شعورا بالطاقه والديناميه والرياضيه مع الحفاظ على تصميم نظيف وانيق. يمكن ان تتضمن العناصر المستخدمه في الشعار صوره لشخص يجري او صوره لاداه رياضيه او نص برد. ده كان مضمون الشعار. تعال نشوف هيطلع معانا ازاي. ودي كانت النتيجه النهائيه. برضو عمل 4 تصميمات قريبه جدا برضو من البرومبت اللي احنا شرحناه. بس طبعا انا شايف ان ده ممكن يكون مناسب اكتر. ممكن طبعا ان انت تطلب ان انت تغير الشكل. لو هو مثلا بنت ممكن تخليه ولد لو انت اضفت اي زيادات للبرومبت. وكده يبقى احنا عملنا النهارده 3 تصميمات برومبتس باستخدام موقع شات جي بي تي عشان نقدر نستخدمهم على موقع ميد جورني ويطلع لنا 3 تصميمات احترافيه بالشكل ده. دي كانت حلقه النهارده. نزورنا ان شاء الله في حلقات جديده هنشرح مع بعض ازاي ان احنا نستخدم موقع شات جي بي تي لعمل برومبت احترافي. نقدر من خلاله نستخدم موقع ميد جورني عشان نطلع تصميمات احترافيه بالذكاء الاصطناعي. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهاتنا. في النهايه السلام عليكم.